كاتو. احنا النهارده في سوق المنيا العمومي، هنشوف اسعار الدكر ايه النهارده، وهنشوف هنقارنه بسوق التلات بتاع صملوط. طبعا شايف ان العرض هنا ما شاء الله حاجه كويسه جدا. هنا هنسال الجماعه هنا ونشوف اسعار الدكر ايه، هل رفع هل نزل، هل تاثير العلف ارتفاع العلف اثر على السوق ولا في عرض ولا ما فيش، المستورد اثر على السوق ولا ما اثرش. فهنشوف عم الحاج معانا اسمه كريم محمد فتح حسن الشهير بالموسي، مركز ابو رقاص، محافظه المنيا، قريه ابيوها. احسن ناس يا محمد. ايه اخبار السوق النهارده؟ اخبار السوق زي الفل ومفيش اي حاجه، والاسعار حلوه وهاديه وزي الفل. عايزين الواقع العلف غالي تمام بس. طب في عرض ولا مفيش عرض؟ في عرض والحمد لله. كام نفس النهارده؟ النفس النهارده 68 70 69. ما فيش سبعينات. لا في 65 66، لكن ما في سبعينات. يبقى السوق ريح يعني. ايوه ريح. طب السبب ايه؟ هل العلف ولا المستورد؟ العلف والمستورد الاثنين. المستورد الجاني والمستورد الجاني. المستورد اثر على ايوه طبعا. المستورد والعلف. تعالى بقى خش واحد احبسونا بعد كده. اوعى عليك اوعى عليك. مفيش زي لحم بلدنا. بعد اللحم البلد يا باشا ما تحكيش تاني، مفيش حاجه تتاكل. المستورد جاب المرض وعدم البايم وجاب الريح وخلى اللحم فوق ببلاش. بس اقول لك على حاجه برضه، خلينا واقعيين. لولا المستورد نزل اللحمه كانت توصل 200 جنيه. لا ما كانتش هتوصل 200 جنيه. ليه بقى؟ عندنا زلعه تكفينا. لو كل محافظه تستكفى باللي بيها هتكفي. احنا الوقت نزلنا مستورد كتير والسعر ريح حوالي 68. تمام. الجزار ب 160. ما بيدونا اللحمه غير الجباني. لا انا خليك معايا الوقت. انا حاليا انا عندي مزرعه جاموس في غرب المنيا في المحافظه. تمام. الكيلو ب 59. حلو كده ماشي. تعالى اوديك لو عايز 40 عجل جاموس هدوم لك وزنه 490. 490 ايه اللي يخلي الجزار يبيع ب 160؟ ما الجزار اما ياخد العجل لما يبيعه لما الخسائر اللي الايام اللي فاتت لما يعوضها الايام دي. مفيش تصافي يا باشمهندس. مفيش تصافي. العلف لما غالي مفيش تصافي. برضه مش حجه برضه. لا حجه. انا لما اجي هنا ما انا باخد انا راجل جزار هنا. انا راجل جزار هنا باجي اخد الكيلو جايم ب 68. حلو الكلام. ب 65. اما اذبح مش اما يصفي. هيعمل 50 55% البلد مش هيصفي. المستورد بيعمل 60%. البلد مش اما يصفي 55. بيصفي كام؟ اما يصفي 51. انا 52. اعلى بضاعه كمان في الايام اللي احنا فيها دي. برضي. لان الناس متوقع الرده فاضي. برضه ما يكسبش. يكسب ازاي البلدي؟ ها يكسب ازاي؟ 55 ما يكسبش. هو عشان ما صفي 55. استحاله يصفي 55 لان ما فيش مول. لما الزفر غالي الناس ما تلجح. مش امال كان ب 75 والناس شغاله تبيعه وبتكسب. طالما كان في مول الناس بتعلف. كانت المول رخيصه والعلف كان رخيص والزفر كان رخيص كله كان مؤكل. يبقى المستورد يكسب. المستورد يكسب مع الناس الايام دي. انا اعرف الناس بيجيبوا 60 من بعد ده ياكله. بس الناس مش قابلاه. ما حدش قابله، ما حدش راضي ياكله. اللي ما ياكل منه مره مش مجرب عليك تاني. ده والله الشعب مش مخلي يا رجال. لا كلام فاضي. عدي على الدكاكين هتلاقوا كله معلق لحمه باي. استحاله اي جزار معلق يوم يخلص. معلق ربع يقعد بيه يومين وثلاثه كمان. معروفين بتوع المستورد في المنيا. كل المنيا ما تذبح مستورد. هيعلق المعالق مستورد ما يقعد يوم واثنين وثلاثه يقعد ما يخلص. طب ده اللي خلى البلد يريح؟ طبعا. ايوه خلى البلد يريح. السعر ريح في البلد برضه. ده ريح ده. والعلف مقصر. العلف غالي وعينه. ما زال العلف زي ما هو. 6500 النهارده بقى. حرام. كانت ب 7200. ب 6500 وكانت ب 7400 وصلت 7400. وبعين الناس لما تجيبها هتعمل ايه؟ طب وغالي. بس ما حدش اما يدي البقيم المقنن اللي هو عايزه. لازم يجل عشان خاطر ايه؟ ما بيديش الوزن برضه الواحد. ما بيديش الوزن. انا اخد البقيم عشان اذبح هيخسر 1002. ما فيش مول. يبقى طب تنصح الناس الوقت اللي ما حدش يبدا تسميد؟ ما ينفعش. هنروح فين طيب؟ احنا اكل عيشنا العيش والبهايم. هنروح فين؟ لا لا لو واحد شاب مثلا معاه 100,000 وعايز يبدا مشروع تسمين يبدا ولا ما يبداش؟ يخرب يا عم بيته هيخرب. الايام دي لو بدا الايام دي يدور يشحن. انا احب الصراحه. توماتي. الف شكر رجال. شكرا. اوعى تحبسونا بعد كده. لا لا لا. ايه يا عم بس؟ السلام عليكم. ايه الاخبار يا ابو الحاج؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ كيف حالك يا باشا؟ منين يا ابو الحاج؟ من تليدي. احسن ناس. انت الاحسن. ايه اخبار السوق النهارده؟ الحمد لله نعم. الجو ايه حركه؟ لا الجو وحش. وحش يعني السوق مريح. السوق مريح حالي. المستورد عدم الدنيا كلها. خرابه. عدم الدنيا كلها ولحمه ما يتاكلش. طعمه افتح حتة اللحمه تلاقيها سودة من جوه. لما يكون عندي زي ده كده يعمل كام؟ ب 17 ونص. مريح برضه. مريح. واللي جنبه 18.
15 ب 18 يعني دول ب 35 ونص واللي زي اللي ورانا ده 7 ونص مشروع سبع كم ب 17000 ونص طب تنصح اي حد عايز يبدا مشروع يبدا الوقت ولا يستنى شويه والله هذا كل حاجه برده ربنا يعني غلى العلف ده مش هيأثر على التسويق كل حاجه بدر ما العلف غلى والدنيا كلها غاليه عشان كده السوق رايح السوق مرايح خالص هنتكلم معاك اي حاجه انت خليك كده على طول يا بدر ايه الاخبار ده 100 100 والله محمود من المنيا احسن ناس الله يخليك السوق 100 100 بس ما فيش اي المونه غاليه وكل حاجه غاليه والناس مش قادره تتوكل يعني هو السوق ريح عشان العرض كتير لا السوق ريح عشان المونه غاليه محدش قادر يوكل يعني مفيش شراي دلوقتي مفيش اي الجو ريح يعني الاجل نزل 2000 جنيه يعني 20000 18000 في الوقت كده رد النهارده ب 8 جنيه الناس توكل منين ده غير المستورد اللي نزل المستورد اللي نزل لولا المستورد نزل كان البهيم دي هتبقى رافعه بس الناس مش قادره تتوكل يعني المفروض المونه ترخص عشان نعرف نبيع عايز زيادة يعمل كام ده؟ هيعملوا 18000 ده كان يساوي 20 من سوق اللي ورا السوق اللي ورا دي بعد الضحايا تكون الجو رافع الوقت الجو هبط خالص مع المونه غاليه وارتفاع الجو المونه يعني يبقى تنصح اي حد يعمل مشروع يعمل ولا ما يعملوش احسن على الطق ما حد قادر يوكل عياله شو ربنا عيب ماشي تعال بص لما تحب تتحرك من ابو قرقاس مسجد موسى احسن ناس الله يخليك يا دكتور يا ابي ما ريا ما يصور معايا ريا ما يصور معايا عيب اتفضل يا معلم السوق يا باشا وحش زي ما انت شايف كده الدنيا تعبانه وجو تعبان كلمه وحش مع التجار انا عرفت ان السعر مريح ايوه سعر مريح هم السعر عالي يبقى السوق حلو السوق حلو المكسب بيعلى المكسب لا المكسب بيبقى فيه حركه النفس كام طيب؟ ب 68 خلي الناس تشتري خلي الناس تشتري كسبان الجزار في الموضوع والجزار مش بايع بره سكينه واقفه معاه والجزار ركبته خربان يخسر البلدي معاه يخسر البلدي معاه يخسر رقم 65 يخسر البلد هم كانوا ياخدوا 75 وكان بيكسب كان بيكسب كان في سكينه شغاله وكان ما يبيعوا وكان الدنيا فيها حركه كان ما يتباع عادي دلوقتي بيخلوا ربع وثلاث ارباع تقعد تبات ثاني يوم يبقى احنا ظالمين الجزار يعني ايوه الجزار بدا غصب عنه طب المستورد اثر؟ اكيد اثر 90% كتر النزول ايوه كتر النزول المستورد عدم الفلاح خالص يا بيه ايوه اصل خلي الدنيا مش كانت اللحمه توصل 200 طيب مين؟ لا ما كانتش توصل 200 والله كانت تبقى محدوده بس برك المستورد عدم الناس خلي الفلاح انا شفت اجي المستورد عندنا في السلخانه في صنبلوط وزنه طن ايوه في الوزن طن في 800 كيلو 900 كيلو طن بيجيبوه بالبحر ب 60 باقل من 60 كمان ب 59 بس تمام احنا عندنا عجوب جاموسي في مزرعه غرب المنيا ال ب 59 لو محتاجين ايوه طيب بس هو ده المستورد اثر علينا اثر حتى ايوه اثر على ايوه وغلوا العلف اثر على التجار خلى الجنة حتى مش هيجني هيجني ايه؟ هيجني يعمل بيه ايه؟ طبعا الله يخليك يا باشا دوس على الحته الزرار دوس على عندك ايوه دوس عليهم دوس عليهم السلام عليكم وبركاته خالد ابو الحسين منين يا خالد؟ من حصلية ايه الاخبار السوق النهارده؟ تمام الحمد لله. طب شغال في الصغير ده بس ولا كله؟ لا ده احنا جايين ناخد بهيمه صغيره وها يعني انت جاي تشتري؟ ها ايه بنت ماتت يعني ولا ايه؟ لا درجه جايين نخليه يعني اه عامل كام اللي زي ده؟ لسه بنسال التجار يا ريس السلام عليكم منين انا؟ ايوه على باش منين؟ من صمالو يعني. انت من سمالو منين في سمالو؟ طيب ايه اخبار الاسعار دي؟ اسعار 95 و 73 كم؟ 95 ده دي 99 هاي وده 73 اسعار حلوه في مصر العسل ماسك ساعه هي الدكر اخبار وين النهارده؟ زي العسل كام نفس ولا ما عندكش فكره؟ نفس والله ما اعرف النهارده ما اعرفش مش عارف 68 لما تكون عجلة عمر شهر لسه مولود هتعمل كام؟ انت ولا دكار؟ بكام والذكر بكام؟ انت ممكن تعمل لها 55 6000 الذكر ممكن اعمل له 7000 5000 برضه ماسك سعر برضه ماشي يا شكرا جدا دوس على الزر الاحمر دوس على الحته السبايك اوعى يا ابني انت كيف؟ ما حاجه والله يا خليلو بنسال على الاسعار بس هات والله اسال يا عم ابراهيم سوق على سوق سوق الماني انا عايز اشاور معاك فيديو مين هو والله مع عجل الاحمر هروح له اهو اتكلم معاك شهادات يا شيخ خش يا شيخ اصبر تجي في سوق الفيديو ايوه احمد جداد
السلام عليكم حاج. السلام ورحمه الله. الاخبار من حاج؟ زي الفل. منين يا ابو الحاج؟ من شرق البحر. ايه اخبار السوق؟ زي الفل الحمد لله. في عرض وفي طلب. وفي عرض وفي طلب وفي كل شيء. النفس بكام النهارده؟ النفس ب 69 وب 68. ايه اللي ريح البلد ده؟ ان ما فيش بلد ها على سبيل اللي نزل الجديد ده واللي نزل. يعني المستورد هو السبب اكتر؟ على سبيل النزول هناك هو اللي وقف الحركه شويه في البلد. بس النزول اللي نزل علينا من بره ده هو المستورد. المستورد هو اللي ريح الدنيا. شاديك نظر الدنيا حواليك. وغلو العلب برضه. وغلو العلب والمون وكله. ده التلفزيون. ايوه. طب بالنسبه لاجل الجنيه دي عامله كام؟ لا الجنيه برضه الجو مريح فيها شويه عشان غلو العلب برضه. غلو العلب للضهر. غلو العلب للضهر. اخوك واخد عجول زي دي كده عامله كام؟ خليك معايا. ده من 12 و13 وطالع. 12 و13 وطالع. 12 و13 كان يعمل كام من اسبوعين لورا؟ هو بعينه بس يعني زي ما تقول ما فيش اقبال عليه الوقت. ما فيش اقبال عليه. ما فيش اقبال عليه بسبب غلو العلف. غلو العلف والجني من فوق برضه يعتبر ايه؟ ده لسه بدري ده يقعد. طب ما عشان يجي ويقعد يمول ويقعد يوكل يطلع له ايه؟ هيبقى خدم غيره. ماليش طلب. خدم اللي بعديه. ماليش طلب خدم. حظ الجزار ولا احنا ظالمين الجزار؟ لا عاد الجزار ده هو من عدم المزارع والفلاح. الجزار مين؟ الجزار طالع نزل زي البورصه. ربك يستر. اصلح لنا كريم يا عم حاج. تعال تعال الشفعه شمال. لما اتحرك زي كده لما اتحرك. تعال. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ايه الاخبار يا شباب؟ ازي الحال يا مان؟ طب البتر بتاعك فاضل. ايه اخبار الاسعار النهارده؟ الاسعار الجو وحش. السعر انا دايما اتعلمت كلمه وحش من الجزارين من التجار. يبقى سوق مريح. سوق مريح عادي. طب ايه اللي رايح السوق؟ العلف غالي. هل العلف ياثر التأشير ده كله؟ ايوه. ما العلف النهارده الكشب ب 97 ب 9700. يعني غلو العلف ولا نزول المستورد؟ لا غلو العلف والمستورد لما نزل برضه عمل ازمه في اللحم. انت معاك الاجور الجاموس ده؟ عاد عاملين كام ده؟ دول عاملين 34,000 كانوا ب 40,000. هما الاثنين؟ ايه 600 كيلو. دول سكينة على طول ولا ممكن واحد يدابع؟ واللي عاوز واحد يسمنهم تاني يسمنهم. كان ما يدابع. ايه جمع لحد 500 كيلو. خربان ما فيش فلوس. الفلوس وقفت خالص. يعني العرض كتير بس ما فيش شراء. ما فيش الفلاح. ما فيش مات الفلاح. مات واللي ما يشغل السوق الفلاح. وما فيش والعالف الغل وكل حاجه ولعت. ربنا يصلح الحال يا رب ان شاء الله. شكرا يا توم. صور هتيجي على قناه ايه؟ السلام عليكم. بركات. ها؟ الطب البيطري. احسن ناس بتوع الطب البيطري. والله. منين عم الحاج؟ من بن احمد. احسن ناس بن احمد. الله يخليك. محمد احمد ده. ايوه. لا بس بقف دمشيره. ماشي يا عم. ايوه بس بقف دمشيره. حلوه 100 100. في عرض وطلب. عرض وطلب و100 100 ومسطوره. بس كام النهارده؟ ها؟ بس كام؟ 70 68. شغال في الجنايه دي؟ لا على الجنايه بس. عامل كام الاجول اللي زي دي؟ كل عجله لها ثمن. طب ادينا اسعار كده. دي ب 12 ونص ودي ب 12 ونص. دي ب 12. طب بلاش. حلو كده اللي عايز يجني كويس. ايوه حلو باذن الله. يا مسهل. بس رخصوا لنا الرده. رخصوا لنا الرده ورخصوا لنا. هو العلف فعلا هو الاسرع. ايوه عايزين العلف يرخص شويه. رخصوا لنا عشان الباميه نعمل انتاج. المستورد ده يأثر علينا شويه. ربنا يصلح الحال يا حاج. نعم الصورد ايه؟ العلف اهم حاجه. العلف ترخص عشان ناكل عيش. الجو ميت والجو خراب. عايزين ما حدش ما يبيع ولا يعني. العلف هو الجو تقيل. هو العلف اللي اخر الناس كلها. وهو اللي موقف السوق. هو اللي موقف السوق وموقف ومخلي كيلو لحمه جايه في داهيه. وبطل المستورد عشان اللحم يرفع بتاعي. طب ما احنا مش عايزينه يرفع. لا ما عشان لما الناس تاكل لحمه. ما الناس هتعرف ازاي؟ ما اللحمه المستورد مش الناس هتعرف ازاي يعني؟ احنا عايزين العلف يهدى شويه. ده مش واضح. هو ممكن العلف ماشي انما عشان امنع المستورد. الطعم ناخده ب 8 جنيه. انا اوكل العجل ولا اوكل ولادنا؟ يعني ما يصرف. يعني العجل ما يصرف 60 جنيه يوميا. هيطلع ايه في الشهر؟ ما ينفعش. احنا عايزين راحه الجو عشان ربنا يرفع الجو. ربنا يصل امرك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.